أنا بس عاوز أقول حاجة، إحنا عندنا جيوش من المتطوعين، عندنا ما يقرب من 26,000 متطوع موجودين على مستوى الجمهورية بيقدموا وبيشتغلوا معانا في البرامج الوقائية الخاصة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان. كان على رأس قائمة المتطوعين هو محمد صلاح ومحمد حمائي وأحمد جمال وسوسن بدر ومحمود عبد المغني، كل دول كل دول من رموز الفن المحترمين اللي قدموا حاجة للصندوق قدرنا إن إحنا نشتغل بيها. محمود عبد المغني وسوسن بدر مقدم لنا فيلم قصير لمدته 9 دقايق اسمه 4 في 6، فده حاجة حلوة قوي بنشتغل بيها كويس قوي في المدارس وفي وبننزل بيه الكورة وبننزل التوعية. حملة محمد صلاح على طرق إبداعية عشان تخلي الشباب طرق غير تقليدية، طبعا هو ده اللي احنا بنهدف له، ودايما طرق غير تقليدية بتاعتنا بتنبع من أفكار الشباب، لأن احنا لما بنيجي نعمل برنامج جديد أو نيجي نقول يا جماعة احنا داخلين سيزون جديد طب بنقعد كده في أوضة مغلقة ونفكر 3 4، لا احنا بنطرح الأمر على زمايلنا المتطوعين اللي موجودين في الجمهورية، قول لنا خططكم ايه؟ ايه البرامج اللي انتوا عايزين تنفذوها داخل المحافظات؟